السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد مع سمية في سمية ريسيبيز. الوصفة تاع اليوم رائعة رائعة وبنينة وشابة وراقية ورومانسية. اللي عندهم يحبوا يديروا عشاء رومانسي عيد زواجكم، ولا جايين بزاف الحفلات والمناسبات والهوليديز بالنسبة للناس اللي سيلبريتي والهوليديز، هاد الوصفة متكونة اليوم متكونة من وصفتين. ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو الاخر وبنعطيكم المقادير ونعطيكم الطريقه ديال الوصفات بين زوج. اول وصفه راح نوجدوها في هذا الفيديو تاعنا اللي هي بطاطا محشيه بالتكتوكه ولا التكتوكه بالنسبه للمغربيات. واش راح نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا فيها طماطم صفراء وحمراء. انا اللي ما عندهاش صفراء وحمراء دير غير طماطم الحمراء، اتس اوكي ذات فاين. نحتاجوا سويت بيبر، اونين اند بريرو، فلفل حلو، بصله والبطاطا، ريكوتا تشيز والزبده. وبالنسبه للتشيز اللي راح نحتاجوه من الفوق، انا اختاريت موزاريلا تشيز باش نسهل على الناس اللي ما متوفرينش عندهم انواع اخرى ديال التشيز. نجوزوا للطريقه ديال التحضير ديال هاد البطاطا. انا بديت بالبطاطا تاعي على جال هي راح تشد لي شويه الوقت في الطياب، اللابستر ما يشدش الوقت في الطياب بزاف وفيها مراحل. اول حاجه راح نحتاجوها في هاد البطاطا هي زبده منسمه بالاعشاب، يعني اي نوع ديال الاعشاب متوفر عندكم في الدار ديروه في هذه الزبده وحطوها فوق النار، خليوها تذوب، خليوها تغلي شويه باش هذوك الاعشاب تاعكم يتلقوا فيها وتجيكم الزبده تاعكم بنينه. تقدروا ديروا الزبده بلين الا حبيتوا ديروا زبده هكا وحدها، تقدروا ديروها. انا فضلت انني نسم الزبده تاعي باش تعطيني مذاق يعني هكا سبيسيال ديال وقت الشتاء. ما عارفين كيفاش في وقت الشتاء كاع نميلوا لهذيك الريحه ديال الاعشاب والقرفه، انا حبيت نسم هذه الزبده تاعي. من بعد حطيت الزبده تاعي فوق النار وجست المرحله اللي نجهز فيها البطاطا تاعي، واللي هي نقطع الحبات ديال البطاطا تاعي كل وحده على زوج ونبدا نفرغ فيهم من الداخل، نديرهم على شكل قوارب كما نقولوا قوارب البطاطا. انا عندي هذه البطاطا تاعي صغيره ماشي كبيره بزاف. الا انتما الا كنتوا راح تشريوا البطاطا باش ديروا هذه الوصفه، اشريوا بطاطا اكبر من هذه، يعني البطاطا اللي تجيب الطول. انا درت الحاجه اللي كانت متوفره عندي في الدار، كانت متوفره عندي هذه البطاطا هي اللي استعملتها، بطه الاخرى نحتفظوا بها من بعد نقليوها ولا نحرجوها نزيدوا نطيبوا لها في الفوق، ولا واش حبيتوا ديروا بها ديروا بها، المهم ما ترميوهاش، يعني ما مسي تغليوها وديروا بها لا بيوري ولا ديروا بها ما ترميوهاش. هنايا نجوز للمرحله تاع بعد ما ذابت الزبده تاعي وجدت، نجوز ندهن هذوك القطع ديال البطاطا تاعي كامل، هذوك القوارب تاع البطاطا تاعي ندهنهم بهذيك الزبده اللي كنا نسمناها من قبل، وندخلوهم للفرن على درجه حراره 350 360 هكاك، ما نطلعوش درجه الحراره بزاف باش البطاطا تاعنا ما تنحرقناش على الجراح، راح نطيبوها ما راناش حين نغطيوها في الطياب. ام سوري، ما راناش حين نغطيوها في الطياب، صافي نطيبوا لها عريانه ما لازمش نسخنوا لها الفرن بزاف باش ما تتحرقناش، طيب في غرضها، يعني من الاحسن ديروا 350 درجه. كي يبانوا لكم الاطراف تاعها بداو يحمروا خرجوها من الفرن، يعني طابت خرجوها من الفرن. هنايا راح نجوزوا للحشوه تاع هذيك البطاطا، قوارب البطاطا تاعنا اللي هي بسيطه جدا، وكيما نقول لها انا تكتوكه بارد في بارد، يعني راح نخدموا تكتوكه نديرو كلش بارد، ما رانا حين نقلي والو كيما موالفين، نديرو نقليو البصل ومن بعد نزيدو عليه الخضر الاخرين وكاع. هذا التكتوكه راح تجي ساهله ماهله، راح نخدمو كلش بارد، طريقه بسيطه تقدروا تستعملوها، يعني هذه كمقبله هذه البطاطا في رمضان مع الشوربه، سايد ديش في يامات عاديين تكونوا دايرين كاش عرضه وحبيتوا ديروا كاش سايد ديش، تقدروا تستعملوا هذه الطريقه ديال قوارب البطاطا. البنات تراست مي، تبعوا الطريقه اللي عطيتها لكم تجيكم بنينه بزاف روعه، واكثر حاجه راح تعجبكم فيها هي انه تجي خفيفه ما تجيش ثقيله في المذاق تاعها، يعني فيها خضره وما فيهاش لي زيبيس بزاف، تحتفظ بالمذاق ديالها. انا تعجبني وراني نشكر لكم فيها باش نتوما ثاني تعجبكم على باليش، المهم ان شاء الله تعجبكم. هذا من بعد نجوز نحط هذيك المقله تاعي فوق النار، النار نديرو نار عاليه ماشي عاليه لدرجه انه تنحرق لنا التكتوكه تاعنا، ماشي لدرجه انه النار تاعنا تكون قليله والتكتوكه تاعنا تطلق لنا الماء بزاف، لانه حنا راح نعمرو بها حبينا نطيبوها على نار مرتفعه باش الماء تاعها ينشف. زدت لها انا كما راكم تشوفوا هنا الملح، فلفل اسود، هذا واش راح نزيد في هذه المرحله،
برك ملح وفلفل فلفل اسود. وفي المراحل الاخرين نوريكم دوك اي حاجه راح نزيدوها، نزيدوها بشويه. هنا كما راكم تشوفوا الخضره تاعنا ذبالت، بدات شغل تلقت الماء بصح ماشي بزاف، يعني كما راكم تشوفوا شغل الماء راهو اكزاكت ماهيش مايها لدرجه انه تسيح لنا في البطاطا. زدت لها القليل من المعدنوس الفريش، اللي عندها معدنوس وقزبر دير معدنوس وقزبر، اللي عندها غير معدنوس كما انا ادير غير المعدنوس. انا دائما نقول لكم اخدموا بالمتوفر عندكم. وهنا زدت لها انا قطع ديال السموكت غودا تشيز، انتم تقدروا تزيدوا لها سموكت غودا تشيز، تقدروا تزيدوا اي نوع ديال الفرماج موجود عندكم. الا ما كانش عندكم جبن اللي يذوب لكم معاها ما ديروش الجبن يعني عادي. هنايا زدت لها ملعقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم. انا نحب نزيدو مع التالي علشان انا كيما قلت لكم شحال مره شاريه جود كواليتي واورغانيك، ونحبو يحتفظ بالفيتامينز ديالو ما يضيعوليش في الطريقه تاع الغليان، يعني كنطفي على المقله تاعي باش نزيد الكركم تاعي يحتفظ بالمذاق تاعو والفيتامينز كاع. هنايا كيما راكم تشوفوا نجوزو الماستر بيس تاعنا اللي طلبتوها مني بزاف، كنت شاركته معكم في الانستغرام، البنات كاع سقساوني على الطريقه ديال اللابستر تاعي كيفاش ندير لها. راني جبت لكم الطريقه سهله ماهله وبنينه بنينه 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 بنينه، يو وونت بليف ات يا البنات والله غير يعني جربوها وعينيكم مغمضين وردوا عليا الخبر. اللابستر تاعنا واش نديروا له؟ اهم مرحله في اللابستر هي الطريقه اللي يتنقى بها اللابستر ديالنا. اول حاجه نديروها اللابستر ديالنا هي نحيوا له هذوك الرجيلات اللي شفتوهم من التحت، يعني نسبقوا فيهم ومن الاولين نحيوهم. ومن بعد نديروا نشدوا ملعقه تاع قهوه ولا ملعقه اللي تقدر تجيكم داخل حبه تاع اللابستر تاعكم. انا اللابستر تاعي هذوما صغيورين، وندخلوها ما بين اللحم ديال اللابستر وهذيك الكريشه تاعو هذاك الغشاء تاعو التحتاني. من بعد نجوزوا اللابستر تاعنا ونقطعوه من الفوق حتى نوصلوا لهذيك التاليه ما نقطعوهاش، هذيك اللي لاصقه فيها المروحه ولا هذيك الاخرين هذوك الكعيلات ديال اللابستر ديالنا هذيك ما نقطعوهاش، يعني اخر وحده نخليوها باش يقعد اللابستر تاعنا شاد في التيل ديالو ولا شاد في الكعاله ديالو. من بعد نجوزوا لهنا كما راكم تشوفوا انا نبدا اللابستر تاعي من القدام، يعني تحكموا ملعقه تبداو تبعدوا اللابستر ديالكم على القشره ديالو، يعني ما تجروش اللابستر باش ما يتشنتف لكم شو يتقطع لكم وتولي حالته حاله وما يجيكمش المنظر شباب. الا حبيتوا يخرج لكم الديزاين ديال بارفلاي كيما شفتوا عندي انا، يعني يخرج لكم اللابستر تاعكم كيما الفراشه، ما عليكم غير تبعوا المراحل اللي جبتهم لكم. كاين اللي ينقيو اللابستر بيديهم، انا ما ننصحكمش تنقيو اللابستر بيديكم، استعملوا الملعقه راح تعاونكم بزاف وراح تعطيكم شكل شباب في اللابستر ديالكم، يعني باش تتاكدوا انكم لابستر تاعكم ما تقطعوش، لانه كي تكونوا تجبدوا بيديكم ماكمش رايحين تتحكموا في هذيك في القشره ديال لابستر ديالكم. الا راهي تبان لكم ما باش لبانت لكم مليح في الفيديو، المهم تجبدوه حتى تبان لكم هذيك لاكوش الحمراء اللي تجي داخل اللابستر، يعني هذاك الغلاء القشره تاع اللحم ديال لابستر ماشي القشره البرانيه. الا قدرت نشرح لكم على باليش كيفاش صعيب شويه نترجمها لكم يعني العربيه عربيه. المهم انا حاولت هذا الفيديو كما راكم تشوفوا خليته شويه طويل باش تشوفوا مليح. هذه بالنسبه للوصفه تاعنا، هذه اهم مرحله في الوصفه ديالنا باش تتحصلوا على البار فلاي لابستر. ومن بعد انا هذوك السنينات اللي كاينين في الكريشه من التحت نقطع منهم غير زوج باش يسهلوا عليا نجبد اللابستر تاعي من بلاصتو. كيما راكم تشوفوا هنايا اللابستر تاعنا نقيو هذاك المصران تاعو ولا معليش واش يقولوا له، المهم هذاك تاع الويست تاع اللابستر نحيوه بيدينا ما نخليوهش تما، ونبداو نساعفو في اللابستر تاعنا غير بشويه البنات، ما تزربوش عليه في هذه المرحله باش ما تقطعوهش من الكعاله ديالو، تجبدوه غير بشويه حتى تبان لكم بلي جبدتوا اللحم تاع اللابستر كامل، يعني اللحم تاع اللابستر كامل راهو خارج هذيك القوقعه ديالو ولا خارج هذيك القشره تاعو. ومن بعد واش نديرو؟ نحكمو هذاك اللابستر ديالنا ونحلوه بيدينا من الفوق، يعني هذوك الجناب نحلوهم حنا بيدينا باش نتحصلوا على هذيك على هذاك الشكل تاع الفراشه اللي الناس كاع يحبوه وشغله صعيب شويه باش يتحصلوا عليه. حاولت نوضح لكم يعني ما امكن في الفيديو هذا، لانه
انني عارفه احنا ما متعودينش يعني على هذا الطياب تاع اللوبستر بزاف، وكاع حاجه لي شويه احنا في لاكويزين تاعنا قليله ما نستعملوهاش بزاف، وكيما يقولوا اللوبستر غالي ماشي حاجه لي اي واحد يقدر يشريها، على هذيك سي نورمال الناس يكونوا ما عارفينش كيف ينقيوه، ما عارفينش كيف يقطعوه، ما عارفينش. وانا حبيت نشارك معكم هذه الطريقه ديالي، انا من عشاق اللوبستر واي حاجه عندها علاقه بالسمك، كيما يقولوا لي صحاباتي تموتي على البخاخش، نموت على حاجه هكا عندها علاقه بهاد الصوالح اللي يجيو في القشره تاعهم ناكلهم. الو لا لونغوستين، نموت على اللونغوستين. ربي نتفكر دوكا تزاير كي كنت نروح ناكلو تما. المهم دوكا نحكموا الزبده تاعنا، نزيدوا لها نصف حبه حامض كيما شفتوني، او قارص او ليمون حامض. الحامض هنا الدور تاعو شنو هو؟ الحامض رايح يطري لنا اللوبستر ديالنا، يعني اللوبستر تاعنا يشرب هذاك الحامض ويطيب، يجينا شغل زبده. وراهو رايح يعطينا واحد الحموضه، واحد ليكيليبراسيون في المذاق ديال اللوبستر ديالنا. ندهنوا اللوبستر ديالنا من تحت ومن الفوق، ما تنساوش البنات ما تدهنوش من تحت باش ما يجيكمش لتحت صامط والفوق محروج، يعني ترفدوه تدهنوا لتحت ديال اللوبستر تاعكم جيدا بالزبده، وزيدوا هبطوه وديروا النصف يعني الجزء الفوقاني. وكيما راكم تشوفوا هنايا دائما كي تكملوا تدهنوا اللوبستر ديالكم احكموا هذوك الشناتف كاملين اللي راهم مدليين في الجناب ودخلوهم تحت اللوبستر ديالكم باش ما يتحرقولكمش في الطياب وتجيكم ريحه الحريق في اللوبستر ديالكم. هنا في هذه المرحله كما راكم تشوفوا انا كنت ديجا قطعت الليمون شرائح، نزيدوا له غير الملح، هذا ما كان ندهنوهم بوث سايدز بالملح، يعني من الفوق ومن تحت ندهنوه بالملح، ونحطوه باش يتحمر لنا مع اللابستر ديالنا باش من بعد نستعملوه في التزيين، وراح يكون فيه ما مذاق بنين للناس اللي يحبوا ياكلوا السمك تاعهم مع الليمون. وهنايا انا حكمت بابريكا فقط للتزيين، يعني سبرينكلت اون ذا توب غير هكا حاجه خفيفه غير باش تزينوا بها اللابستر ديالكم، يعني ما راناش حين نديروها على جال المذاق ولا باش يولي حمار ولا. كيما راكم تشوفوا هنايا البطاطا تاعنا وجدت بعد ما طيبناها، راكم تشوفوا الاجهزه تاعها حمارو، والتكتوكه تاعنا ثاني كنا وجدناها من قبل راهي واجده. دوكا نجوزو نخدموا الخليط ديال الريكوتا تشيز ديالنا. بالنسبه للريكوتا تشيز البنات اللي في الجزائر ولا في المغرب، الا ما كانش متوفر عندكم الريكوتا تشيز، بالمناسبه هذا اوريغانو، تقدروا تستعملوا زعتر زعتره اي منسم، واحد في الاعشاب المنسمه استعملوه، ما تزيدوش اكثر من واحد باش ما تخسروش، يعني ما تكثروش بزاف الفليفرز في البطاطا تاعكم. نرجع للموضوع تاعي، الريكوتا تشيز اللي ماشي متوفر عندها الريكوتا تشيز البنات تخدم بيشاميل، خدموا بيشاميل واستعملوها في مكان الريكوتا تشيز. انا راجلي ما ياكلش البيشاميل، ولادي ما ياكلوش البيشاميل، صافي انا الاطباق اللي فيهم البيشاميل عاده ندير لهم الريكوتا تشيز، ما نديرش انا ما نستعملش البيشاميل. والحاجه اللي مليحه في الريكوتا تشيز هو من انواع التشيز اللي يجي شغل صامت، رايح شغل فيه واحد الحلاوه خفيفه وما فيهش الملوحه، يعني نتوما تتحكموا له في الملوحه تاعو، ما فيه حتى ريحه، يعني ماشي من انواع التشيز اللي فيهم الريحه ولا الفخوماج اللي فيه الريحه. تقدروا تتحكموا فيه نتوما كيما تحبوا، تقدروا تستعملوه في الحاجات الحلوين، تقدروا تستعملوه في الاطباق المالحه. هنايا كيما شفتوا عمرت البطاطا تاعي بالتكتوكه اللي درتها من قبل، درت لها تشيز وندخلها للفرن يذوب هذاك التشيز تاعها. هنا بعد ما ذاب التشيز تاعي ووجد اللابستر تاعي، يا سلام ما شاء الله اللهم بارك البنات، جا واحد المذاق رائع، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه ويقنعكم، يعني باش ديروا سبسكرايب ديروا لايك خليوا لي كومونتير ديالكم، راني نفرح بهم بزاف. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.